أي حد بيمسكه بيحميه من أي شر، وما يلبسوش غير واحد قوي وعليه سائل أحمر، ومحدش عارف يفك الطلاسم اللي عليه لحد دلوقتي. متحف الفن الإسلامي في القاهرة مش بس مكان فيه تحف وأثار، ده كمان مليان بأسرار وحكايات غريبة بتفتح ذهنك وتشوقك لاكتشاف كل قطعة فيه. ومن بين الحاجات المميزة هناك القميص السحري اللي موجود في قاعة المتحف. القميص ده لقصة مدهشة ومليانة غموض، تعالوا نعرف إيه الحكاية في خمسة بالعربي. في الأول كده لازم تعرف إزاي القميص ده وصل لمتحف الفن الإسلامي. بص يا سيدي، القميص ده وصل في تلاتينات القرن الماضي لما باعه مصطفى بيك شمس الدين للمشرف على المتحف الإسلامي بالقاهرة في الوقت ده ماكس هيرز. القميص ده موجود في قاعة الطب، وهو مش مجرد قطعة قماش عادية، ده قطعة نادرة وفريدة من نوعها. القميص ده مصنوع في فترة الدولة الصفوية، وكان بيتلبس تحت الدروع علشان يحمي الجنود أثناء المواجهات، وكان بيرتديه شخصيات كبيرة زي سليمان الصفوي وسليمان القانوني العثماني علشان يحميهم من الأذى والضرر في أي مواجهة. القميص ده مصنوع من الكتان وعليه رسومات هندسية دقيقة جدا، وكمان أرقام وآيات قرآنية وأدعية، وكمان في أثار سائل أحمر واضحة على الأنسجة، وكل ده كان هدفه حماية الشخص اللي بيلبس القميص ده من أي شر أو خطر، حتى لو اتعرض للأذى في أي مواجهة. وده يخلي القميص مش بس قطعة أثرية، لكن كمان قطعة سحرية بتهدف لتوفير الحماية بطرق غير مرئية. السائل الأحمر اللي على القميص ليه قصة مختلفة، وهي أن السائل ده هو دليل على تاريخه في المواجهات، وعلى الأرجح القميص ده تم استخدامه كتميمة حماية في وقت المواجهات. مقاسات القميص بتدل على أنه كان بيرتديه شخص قوي الجسد مليان الجسم وليه أكتاف عريضة، لأن طول القميص 137 سنتي وعرض الصدر 89 سنتيمتر واتساع الوسط 92 سنتي وطول الدراع 20 سنتي، وده بيدل على أن الشخص اللي كان بيلبسه كان قوي وبنيته الجسدية كبيرة. الزخارف بقى والرسومات اللي على القميص مش مجرد رسومات عادية، لكنها بتتضمن دوائر وأشكال هندسية بالمداد الأسود والأحمر، وكل واحدة من دي كان ليها معنى خاص، لأن الأرقام والآيات المكتوبة عليه كان الهدف منها استدعاء قوة سحرية لحماية الشخص من أي ضرر أو شر. القميص السحري اللي في متحف الفن الإسلامي بيعتبر جزء من تاريخ طويل، ورغم محاولات كتيرة لفك الطلاسم اللي عليه وفهم معاني الكلمات، لسه مفيش حد قادر يفك لغز كل حاجة فيه. القميص ده موجود لحد النهاردة في المتحف، وكل اللي بيشوفه بيحس ان هو قدام قطعة تاريخية مليانة بالأسرار اللي ممكن تحكي حكاية إنسان شجاع خاض المواجهات ولبس القميص ده لحمايته. فلو حابب تكتشف أكتر عن القميص ده وكل الحاجات الغريبة والجميلة في المتحف، لازم تروح تشوف بنفسك، هتلاقي نفسك وسط التاريخ واللي هيخليك تحس وكأنك جزء منه.